أستاذة سمية نعمان، أستاذة في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، سوسيولوج. اليوم حنا تنتواجدوا في الكلية العلوم السملالية، واللي هو مهم هو أننا حنا اليوم مجموعين هنايا باش نتكلموا على واحد الموضوع حساس بزاف، اللي هو من الطابوهات الكبار في المجتمع ديالنا، هو الموضوع ديال الحيض طبعا عند النساء. ومهم بزاف بزاف ان هذا الموضوع يكون تيتداول في وسط الجامعه، لان اذا ما تكلمناش على هذه المواضيع الحساسه في الجامعه، فين غادي يمكننا نتكلموا عليها؟ لان ما تنتكلموش على هذه المواضيع في البيوت، مع الاسف النظام التربوي المدرسي هذه المواضيع ما تتكلمش عليها كما ينبغي. واللي تنلاحظوا اليوم هي كاين عدد ديال المعاناه عند الفتيات وعند النساء، اللي هي ناتجة على هذه الحشومة وعلى هذا الصمت أمام مسألة اللي هي طبيعية. فمني تنقولوا الحيض، تنتكلموا على الدم عند العيالات، ممكن نسميو يعني المسائل بالاسم، نعطيوها الاسم اللي تستحق. مثلا طالبة، فالمهم هو أننا اليوم نكسروا هذه الطابوهات، مهم بزاف، ونفسروا للفتيات طالبات أو حتى الرجال، تيخصهم يفهموا بان راه ما كاينش شي حاجه اللي سميتها الوسخ، لان هذاك الدم هو اللي تيجعل يعني المراه راه هي داخله في الولاده الى اخره. الا ما كانش هذاك الدم ديال الحيض، راه المراه ما تبقاش تتولد، وهي مرتبطه حتى بالصحه، ماشي فقط بالصحه، بمساله ديال الانجاب. ومهم اننا اليوم نتكلموا على هذه المواضيع في الجامعه، ونفسروا يعني شنو هما العواقب اللي ناتجة على هذه الحشومة، على هذا المسكوت عنه. وعدد ديال المسائل اللي تقالت في هذه المحاضرات اللي هي بمستوى عالي، وحنا تنتكلموا مثلا على الهشاشة اليوم، تنتنا هي عندها علاقة مع الصحة البدنية وحتى الصحة يعني الفكرية ديال النساء. فكاين عدد ديال الهشاشات اللي مرتبطة، مثلا المرأة اللي هي خدامة، مثلا تتكون خدامة ما عندهاش خلصة في الآخر الشهر، يمكن لها تكون فراشة، يمكن لها تكون عميلة، يمكن لها تكون طيابة ديال الحمام، اللي هي تتخلص بالنهار إذا خدمت. الوقت اللي تتكون مثلا مريضة في أسبوع في الشهر مثلا، في هذيك الوجع ديال الحيض إلى واحد يومين، نهار يومين أو ثلاث أيام، هذيك السيدة ما تتبقاش تمشي تخدم. أن شحال هذه النساء كانوا مسدود عليهم في البيوت، عندهم واحد الحميمية ديالهم في البيت، فين يتنقلوا، عندهم الماء، عندهم فين يغسلوا. اليوم المرأة ولات راه في ميدان في الكليات، في الجامعات، ولات في ميدان العمل، ولات يعني في أماكن عمومية. فتيخصنا نتسألوا هذيك المرأة اللي هي مرة في الشهر، أو ذوك النساء، كيف يمكن لهم يعيشوا بانسجام مع الذات ديالهم الوقت اللي تيكون فيهم هذاك الحيض. شكرا. السلام عليكم. طارق خلا، مسؤول على التواصل العلمي بكلية العلوم السبلانية التابعة لجامعة القضائيات. فهذه المناسبة فنشكر أصوات مراكش على هذه الالتفاتة لتسهيل والتواصل مع الجمهور العريض. هاد الملتقى الدولي اللي كيتنظم بين كلية العلوم السملالية والمرصد لوبسيرفاتوار ناسيونال سكولير دو لا سونتي سكولير يونيفرسيتي، وكذلك مع المرصد ديال تكوين الممرضات، واللي كيتكلم على واحد الموضوع اللي هو مهم، كيهم النساء والطالبات خاصة، حول العادة الشهرية والمشاكل اللي كاينين منها طلبة من الناحية الصحية، وبعض الحلول اللي يمكن أنها تجيهم. وحنا بهذه المناسبة فهذاك اللي دخل في إطار إشراك الجامعة في تبسيط وتسهيل العلوم، وكذلك لنشرها، لأنه بالنسبة لنا هناك أندية علمية كمثلا نادي الصحة، كاين نادي علوم البيئة، كاين نادي علوم الفلك إلى غير ذلك. فالدور ديال هذه الأندية هو كيلعب دور القاطرة بين الجامعة والمجتمع، حيث لأنه حنا في كلية العلوم الرياضيات الفيزياء إلى غير ذلك. ولكن البارح شفنا بأنه كاين واحد حضور كثيف
وهنا كيبين بانه العلوم الانسانيه ولا العلوم الاجتماع في الحقيقه ولات خاصه حتى هي تدخل لكليه العلوم لشرح المشاكل. استاذ الهلالي محمد كمال، رئيس المرصد الوطني للصحه المدرسيه والجامعيه، اليوم اخترنا هذا الموضوع نتاع الحيض وفتره نتاع الحيض عند الفتاه المغربيه لانه مسكوت عليه وتقدر انه يخلق مشاكل نفسيه وصحيه للفتاه المغربيه، وخصوصا لما تيكون في المدرسه او في الجامعه وما عندهاش مراحيض ما عندهاش محل، فهذا تيكون هشاشه نتاع بالنسبه للفتاه المغربيه. وحنا راه الموضوع انه تطرقنا ليه من بزاف ديال الجوانب في هذه الايام، من جانب السوسيولوجي، من جانب الانثروبولوجي، من جانب الصحي، فكانت هناك نقاشات رائعه ونقاشات بناءه، وغادي ان شاء الله غادي نخرجوا بالتوصيات واللي غادي نقدروا ان شاء الله ندوزوها ونعطوها الاصوات باش انه تكون هناك وعد التوعيه في المجتمع المغربي بالنسبه لهذا الموضوع الشائك في المجتمع المغربي. المواضيع اللي داز كلها خرجنا بها بنتائج اللي تقدر تفيد من بعد في المجتمع، انه تكون هناك واحد اليوم للفتاة المغربية اللي لما تكون حائض انها تعطاها يوم تمكن تقعد او يومين باش ما تكونش هناك بالنسبة للفتاة انه تكون الهدر المدرسي. الطابوات في المجتمع المغربي وانه الى الفتاة جاتها الحيض فوق المدرسة ولا فوق الخدمة بانه يكون هناك يضحكوا عليها ولا يبداو يتغمزوا عليها ولا تيضر نفسيا الفتاة. فلهذا فاننا هذه الايام الدراسيه اللي دايرين لاجل باش نوعيوا المجتمع المغربي في هذه الناحيه نتاع الحيض عند الفتاة. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.